الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطائي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه هو الولي ذلك والقادر عليه. أبليان بعد ربه سبحانه وتعالى نوينغلس جلتشنيف كنبيه نل عليه الصلاة والسلام نتسلين يا ربي نقدانير إن شاء الله تعالى قلقل كان كذيد جي ذي الحجة أما يوكان جي عرفاني الكان كان يوربي نقدان يدي كايسنين إني لما قلنكم تقوف ربا فريف أفرتمي لما كايسلاما كهجرة كايتقايلا خبو قلنكم لما في ديقدامي توكو جي تربا تاريكو داني توكو إن شاء الله تعالى يوربي نقدان يقلقل كوان دقو قابسي سكن إني اتسابة ما خبو كانوا روى القابسي فنو فضيلة الكن قرانان قرا كجع الرفائسان قبا كوياها نساتو كونو قدول كالكن كان اللي سالما إن شاء الله تعالى كاسنين نبولو جران ويالي قرانان كنا فضيلة إسان قبا كان يربين قدان يال والقابسف. أيها الإخوة قيام كنيني قراناني قيالي زائد جبا قيالي زائد قدا بلوان تتل ماماني أعظم أيام الدنيا قيالي الدنيا قيالي شفر قرقدا قيالي قرانان كانت تكان نمتشي سلاما كربين قدان قيا قرانان كانان قدقبي نم ربي سبحانه وتعالى فرصة زائدة ربين قدان قدقبي وقت زائد قدات ربين قدان قدقبي نم نسيب قبط وقت كان اللي قدقبي الرافا إديفة ربين سبحانه وتعالى نشوفه نتجوتي وردقبي أما اللي الرافا إديفة دنبي سيل لك رافني درجة سيلة والفورة ربين قدان هاتنو داروتي قيالي كان فضيلة إساني وننم أغرسيسا كدليلة كأدلة وان زائد روغة والنخرا كانوا أغرسيسا فضيلة لقياخنا أيدي لقران كي ددنسا ونربين أغرسيسا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ددنسا لتسالين أغرسيس فضيلة إف درجة لقياخنا تات ايدي لقران كيتن يونو بلوف ايدي لفضل قياخنا نمغر سيفتون وانتكا قول الله تبارك وتعالى كرب قدان ينيدي في سورة الحج كيست رب وايد وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات رب سبحانه وتعالى إسان دبت رب على لسان نبينا إبراهيم الرتوان رب مدانيا سبحانه وتعالى نبي وانا تمدي رقب سيفت كاتنم رقب سيفت حجي رقب سيس هاقسين حجي رب مدان قبا واجب سكايسين قد حجيت كايسين أما اللي قد رفتو فلا كموت إسين قد رفتو إسين ميلانياتو في إسين قادت كي قرتي قادت كي ياتو لنا قسين قد رفتو رقب سيس كفلالك متفقوتي بيتك ربي قداس ينقل حجيت ما نفقد حجيت ليشهدوا منافع لهم حق سينقل حاضرت كسينقل رقب درفتي رفايدة فتو منفع ليسي وفايدة ليسي كدنياتي في كآخرة وان دبي أما اللي السين حاضرت كسينقل رفتي قد حاضرتو كإن رافرة نقسين قبط قيالسون كيسا ويذكر اسم الله حق السين قابت شام خاربي قداس ينقل دسيتو يوم في أيام معلومات قيالي بيخن كيس حقسين قابتش ربي ذكري ربي قدا
isin guddiftu yoomkee guddifti guyyaalee macluumaataa ka beekan keessa. Guyyaalee macluumaataa kun guyyaa kam? Al-Imaam Ibn Kathiir rahimahullahu ta'aalaa tafsiir isaa ka macruufa keessatti waan inneed kaanni ragawari عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اني رغوري عبد الله بن عباس وانا الايام المعلوماتيني ايام العشر ويالي معلوماتك بانا كنني ويالي كدنان يعني عشر ذي الحجة ويا كدنان قراك جي عرفاك جي ذي الحجة اذا ويالي معلوماتك بيكني ككي قاوتا ربي ودا قدس ملني ويالي نوامان تنكي جركن. طيب اذا فضلي ساني ايدين وغر سيفت آية ربي قرانك رب سبحانه وتعالى وانيد والفجر وليال عشر رب سبحانه وتعالى رب وانيد وان داردين الفجر كين دارد إيف الكنين كدنانين دارد رب سبحانه وتعالى هل كنين كدنانين دارد هل كان كدنانكم كمي. الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره لهذه الآية سان تفسير كأيدا أدس وين وليالي العشر وانبانني هي ليالي عشر ذي الحجة وانبانا كرنا قرا كذي جي ذي الحجة. الإمام ابن إمام ابن جرير الطبري رحمة الله تبارك وتعالى عليه أكس وان تولغ لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه مفسرين تين أو مسين قيتون وري أصحاب التفسير أكسون تولغ الكم قرنان ربي قدان دارتيني حق سين الكم قرنان قرا كي جي ذي الحجة. إذن وان ربي قدان دارتيني الليني وان دي قومت ربي سبحانه وتعالى وان دي قوت قونين دارتو وان سي أغر سيفتمركا قدن قيالينكم قبو في إيف شرفت في قيمة قيالينكم في ربي قداتي سين قبت. نعم مركب الليان إسلاما قيالينكم قيالي أكسي كانوا مانتا توقو سابي اللوفني نوا مانتا كيجر قيالي زائد قرقودا قيالي ربي قدا سبحانه وتعالى زائد النقدس. طيب وان دبي فضيلالي قيالي هنانو أغر سيسا حديث النبي عليه الصلاة والسلام كتوقف لم انتين كان انو اغرسيس حديثين سني وانتك حديث النوري ابن عباس رضي الله عنهما النوري رسولك عليه الصلاة والسلام اني الروري قال وانجل عبد الله بن عباس يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ربي غدا وانجل عليه الصلاة والسلام ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام يعني ايام العشر. رسولك وين عليه الصلاة والسلام بشارتنا فضلك أن دقائمي قيالين جرن كعمل صالحة دنسان قيالك قبة الريالة قرب قداتي قيالك نر جرن. رسولك عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها قيالين انجر كعمل صالحة دنسان قبة كذوب عمل سن أحب يالة إلى الله قال ربي قداتي يالتني من هذه الأيام عمل لين قياها كيقبة إر إنجر النبي عليه الصلاة والسلام قياس كم يعني العشر قياك لنا أنقرك جيد الحجة أكن النبي عليه الصلاة والسلام عمل لات ربي قداتي ليات إنجر كقيا ربي قدان أبو ركالات كأدون قبات كيقبة كإر قال ربي قداتي يالتني عمل لين قياها كيقبة إر. الله أكبر. وجسون صحابان يا بستي وان سينتي قالوا وان سينتي يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله رسول كربي قدا حتى جهادي كر ربي قدات جهاد تمن ربي يدني كلمة ربي قدات في دين ربي قدها قلت تشني يدني ده قال لمن الليني ارفضي له انقبوا جهاد اللي وان نبي نقلني ايه دلوا اسلاما ذروة سنام الاسلامي هل حتى جهاد اللي ارفضي له انقبوا تيقافت. قال واي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله حتى جهادك ربي قد جهاد تمني لني إر فضيلا قب إلا نم تكمل تكتس كم رجل نمتت خرج به بنفسه نفس سات بي وماله ورسال لين بي فلم يرجع من ذلك بشيء كانفت ساتي أوريل لمركة قد ديب إن نفت سال لك ربي قد شهيد ورسال لك ربي قد سنتك باسي قد باس إن لني شهيد ورين سال لين كر ربي قد قدبي نمتك تشكن شالاتي فضلي الرخاب النبي عليه الصلاة والسلام.
توما تقولين رغدين ديبين وني رغدا في كان تقولين وني رفض لي خبان جرت النبي عليه الصلاه والسلام عمل لي خبتا كعمل كان يرفض لي خب وياهم كيسر خبتا كان يرفض لي خب ان جرى النبي عليه الصلاه والسلام. اذا من ذلك سوان سينسي اغرسيف ايها الاخ المسلمي حاجة ويالينكم ويا دقان تئن كنمي مسلمة كربي مدان النجدي نقبه إني ما أوساد ورته رجمان إني رفاي دفتو عمل كم كربي قدات نيادا نوع تاتيفيو حاج الناس إذا بنفرن هذا ربي ككتين بياته الرفاي دفتو سرفرن. حديث سني الإمام أبو داود تي قباس نعم حديث صحيح حديث لم يسيته كفضلي ويا هنان وأغرسيسو. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه نبي رب قداني الروري قال وانير جابر قال رسولك وانير صلى الله عليه وآله وسلم ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. نبي وانير عليه الصلاة والسلام قيال انجر كإر فضلي غب فلا ربي قداتي وياكل أنا ذي الحجة كجع الرفقنا ويانر فضلي غب انجر. الله أكبر. نبي عليه الصلاة والسلام وجسون قال وين راوين فقال رجل نم تكت وان النادي يا رسول الله رسول كربي ودا هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله ويا كان عمل كيقة بتنت فضلي قمو مو إدنا ويا كنا ككر ربي ودا جهاد تمني دي قال لمني ربي لني دي قال لمني فضلي قبل إدي قافت يعني كم تر فضلي قبا نم قيا قرانان كان ربي يري سيفتي ساف ديتي كار ربي غدا جهاد تما باي قيا قرانان كان جهاد كجر اف نم قيا قرانان كان اعتكاف تسيني قيا كان يعني عباده نوع نوعتين قف قيا كان كيس ربي غدا عبدو كم ترفض لي خبي دي غافت. نبيين عليه الصلاه والسلام وان نيدي هن افضل من عدتهن جهادا قيا كان عباده لي قيا كان كي قبتن ترفض لي خبي دي إذا نسيت جهاد الله قيّا كُلّن كجهاد نمي إن ربي له نجهاد تمو وأن الرفض لي قبا قيّا عبادة الله قيّا كان كي قدين رفتن عبادات قيّا كان كي ربي قد عبدتي كات ربي قدتين لأتتي الرفض لي قبل النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. إذا نم قيّا كُلّن كامل جهاد كرا ربي قد ولد جوف إف نم ويا كنا كان كيس عبودة عبادة نوع يقسيتين قد رفي ربي قداتين دياتي كم ترفض لغب كويا كان كيس عبادة ربي قداتين دياتي الرفض لغب واي. الله أكبر. إذن قويا قويا دقامت حديث ابن حباس إن ابن حبانتي قباس واي نعم حديث أفريس يوغان سدي سيتو وان وريا نبي قرر عليه الصلاة والسلام ابن عباس وريا من رضي الله عنهما إساف بالي ربي قدار رالتين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبي ربي قدار وري عبد الله بن عباس وان عبد الله نبي وان يدن عليه الصلاة والسلام ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. نبي وان عليه الصلاة والسلام ما من عمل عمل لي إنجير أزكى عند الله في لربي قداتي إردا ساح ولا أعظم أجرا ولا أجرك إلا إر قدا إنجير من خير خيرك يعمله الإنسان إذا نمي بني آدم نؤجت عمل بني آدم نؤجت عمل لي إردا ساح إر جرك إلا قدا إنجير في عشر الأضحى عملا كرنان جي أما أنتنا عيدي كان كي قبطا عمل لي الرجل إنجر النبي عليه الصلاة والسلام عشر الأضحى يعني عشر ذي الحجة كلنا ذي الحجة كيس عمل قبطا كخيركي هدقاتوتي هقدتوتي عمل لي لبين قيالي لبي كي قبطا كإر فضلي غب كإر جركي نسالين قدا كإر قربي قدات الليالة إنجر النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. والله مركا قيام كنيني قيادة قامت ويالنكم قياد قامت. طيب قيل وان يلني النبي عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله ولا جهاد كر ربي قد جهاد تمن لني عمل لسلني رفض لين قبول لني نبي قافة عليه الصلاة والسلام قال ولا الجهاد في سبيل الله جهاد كر ربي قد جهاد تمن لني الرفض لين قب إلا رجل خرج من نفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء إلا نمتج نفتساتي ورسال به تقول لين قد اندي بإمالي. قال راوي وايد وكان سعيد بن جبير التابعي الجليل سعيد بن جبير لا تيلا
إذا دخل أيام العشر يوغو يان قرانان كوني نيغا سينو اجتهد اجتهادا شديدا ددال زائد قدام كزائد قدام كانها ددالا حتى ما يقاد يقدر عليه حتى هذا وان إن نقبت قياه ودنان كان كيزا نميري بين قبتو ندويون ننجرر أكني ددال جلال كانت قياه وان إن نقبت كددالا نميري بين قبتو ندويون ننجرر هكذا كان السلف يستفيدون من هذه العشر أكي كان وريكي أنت إنسان سلف الصالح كودانان كيوسين دالة الرافاء دي فتي طيب حديث ميشو كان كيسابه كفلي قيالي كان أنا مغرسيسو أيضا وان وري جابر وري رضي الله عنه وارضاه رسول كي روالي صلى الله عليه وآله وسلم رسول كي وائد عليه الصلاة والسلام أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني عشر ذي الحجة قيالي الدنيا قيان إرفضلي غب كإرّي ورقودة ويا قرآن جيد الحجة كان النبيين عليه الصلاة والسلام إطلاقا أفضل أيام الدنيا ويا للدنيا كان قلن قرآن لمان جي قرآن لما كيس ويا إرفض لغب كارق الرب تيالتني ويا قرآن كان النبيين عليه الصلاة والسلام قيل ولا مثلهن في سبيل الله قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا من عفر وجهه في التراب نعم جهادي كرى ربي قدال لين نمي تدقال لمن لين الفضلين قبو ما يا النبي عليه الصلاة والسلام إلا نمفور سابييك يسرق ملي يعني نمكو دلو بونج تابييه تنسيني أولا نبي يردي بسم ملي نمي ربي نرفضلي خب جرى النبي عليه الصلاة والسلام إذن قيام كنني قيالي زائد ججبا وبليان السلامة قيالي زائد قيمة غبا وأن الرافدني حاونو أكي رغمازيني الرافائي ديفن ونقو ياكا نمانتن خصائص تنكني في كدرجات انا شرفتي تن كنيفي كابويان قفان سين تاتي ما كارتو سن دقب سيسي تاتوكو ربي سبحانه وتعالى اقسم بها في كتابه الكريم كتاب ساكا كريمك يسر ربي نقدان قيالي كان بالذات دارتين ربي نقدان لين وان قدوم لين وان دبين دارت والفجر وليال عشر ولا شك ان قسم الله تعالى بها ينبئ عن شرفها وفضلها دارتين ربي نقدان دارتو في اللي دارتين الليني وان سين سيغر سين شرفتي سيتي فضلي سين لما يسيته وندرجاتا كنفي إيه أن الله تعالى سماها في كتابه الأيام المعلومات ربي وان إنما خيسين قيالي أدادي قيالي بيغنين مخيس وانا ما اللي قياها كيس نجد ذكري ساتي في قابة شايسا حق قدسا قياها كيجد ربي سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات حق سين قدفت مسلمين تين قابة شامخا ربي قدا قيالي كان كيس سين قدفت ليه ربي قدا نكي كان أدس ويا لربي غدان امر قابچا ساكيس نغو ديسان ويا لكان كيسا دورتي لمبا سدي سيتو ونغو يها فضلي سيتي في قاس نميدن انا في درجات كنفي ان الاعمال الصالحه في هذه الايام احب الى الله تعالى من غيرها عمل لو يها كي قبدني عمل ربي غداتي عمل لين كان تشوفه اريالتا نعم رسول كما صلى الله عليه وسلم ما من ايام اعظم عند الله ولا احب إيه جرى النبي عمل لي ربي قداتي إديالة ولا إيه رجركي قدا عمل لي قياها كيقبة طيب ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب العمل فيهن من هذه الأيام العشر وجسوا النبي وان النيري فأكثروا فيهن قيا ليه كيس قدسة من التكبير تكبير قدسة الله أكبر الله أكبر الله أكبر قدسة والتهليل الحمد لله الحمد لله قدسة أدر تايو تهليل لا إله إلا الله عفوا والتهليل لا إله إلا الله قدس النبي عليه الصلاة والسلام والتحميد الله أكبر اللي قدس النبي عليه الصلاة والسلام قيا لك كيس إذا قياكم قياك سني وان قياها كتة كدرجاتها كنفي يوم التروية قياها كتة قيا سدد ستوك جيكنا قيا حجاجيني يسين حجي دته مكة يسين بهجرات وهو يوم عظيم قيا سلين قيا قد يعد من مفاخر الإسلام قيا الإسلامي فانوني كانت إسابا قيا وله فضائل عظيمة فضلي لزائد قدال لغب قيانسون لماذا؟ لأن نعم قيانسون يوم الترويان وهو اليوم الثامن من ذي الحجة تبدأ فيه أعمال الحج وان قيانسون كتئي يوم عرفة قيا عرفات كتئي قياسا لسيتو كحجاجي نسين عرفات جاتو سين جراتو كانوا لنا ذلك نسونقم قيان عرفات لن قيا زائد قدال قيا الإسلامي النفانون كا قيا المسلمين تي كتفرد ذنسا فضيلان سالين وان زائد قدو
لماذا؟ لأنه يوم مغفرة الذنوب ويا ربي قدان دبينا مراف والتجاوز عنها ويا ربي قدان نم عافية إننا ما مسامح ويوم العتق من النار ويا ربي قدان قربوتا نارتي النير حري زائد ربي قدان النير حري ويوم المباهات ويا ربي قدان مسلمين تي والتغرفتي سنجتو ملائتي تيني إني فان وجرات ربي حديثهم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاه سير رسولك الروريتي قالت وان سينتي عن رسول الله رسولك ربي قدان سير روريت قال واي النبي جيني ما من يوم قيان جرو أكثر إرغدا من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا حق ربي قدان النقر بالشنارتي رأني حري قيان إرغدا جرتو من النار ربي قدان نارتي نير حري من يوم عرفة ويعرفة قيان ربي قدان قرب الشنارتي نير حري قيان عرفة قيان إرجرو ينجرتها يعني زائد ربي قدان خلايق تيسا قياس النارتي رحري واي وإنه لا يدن ربي قدان سبحانه وتعالى قديات كما يليق بجلاله قديات ثم يباهي بهم الملائكة وجسم ملائكة فان ربي قدان قربوتي سددا سا والتقرب فهذا سنجت فيقول واي ما أراد هؤلاء قربوتي يكون مان بربات والنسين بربات ذلك قربوتي ما واي نعم وجسون وانا سين توم ملائتيني وانا سين برباد نحرسي ستة وانا سين رجيت دين بدا فكك وجسون وانا رو وانا مرقاتي سنستو حقا دين بدا فيف حقا قورتي سينارتي الرحولي أغا وانا سين في التجيف الرب سبحانه وتعالى حديثون حديثة مسلم الإمام مسلم إنك باسك صحيحة وان قياهم فضلي كن نفيك وياهم كته أن فيها ليلة جمع وان كجر هل كان جمعي كمان مزدلفة ولن كانت كجر وهي ليلة المزدلفة التي يبيت فيها الحجاج ليلة العاشر من شهر ذي الحجة كجر الكنيس لنا الكني يسال لنا الكن قدو نعم أن فيها وان قياهم كته وياهم أن كان كي وانجرا فريضة الحج حجي واجب نمدين سيقو يقول أن كان كيب باللاوات الذي هو الركن الخامس من أركان الإسلام تيرون شنيسيتو كإسلامات وقتان نواجب جي ربي قدان كيس نواجب ككيس مانتان إذا تاني فرض نمدين سي واجبتاتو ككيس حجي يعني دقاني عمل سنقو قدة تاني ويقول أن كان كيتاي الله أكبر أغر تايو جي كان كيتاي إذن جيبونيني جزائد قا جزائد قدة جزائد قاتمتي جزائد قدة عفوا وان قياها كيتاي أن فيها يوم النحر قيا قول راسوت قيا قرنا نان كان كيتاي وهو اليوم العاشر قيا قرنا نيسيتو كمن ذي الحجة الذي يعد أعظم أيام الدنيا قيا سوان التسابا قيا لي الدنيا يوتوك توكو نسابني قيا قيا تفر فضلي خبوتي قيا سون كما رويا عن عبد الله ابن فرط ابن قرط أكرا وريا عن النبي صلى الله عليه وسلم رسول كربو داني روري أنه قال نبي وايد إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى قيام قيالك أفر قدافة يا ربي قداتي يوم النحر رسولك قيام قرسو ثم يوم القر قياني قاديسة قيالاً ميسيتو قاتانو كحجاجيني اسم منك ستسين قاديسين والكبرتو كلنا مياؤنين دندين رواه أبو داودتي قواري حديث سن الله إذن قياسون ترماثاً كيتي إذن علمدين وانسين تركوا القبض يوم النحر في يوم عرفة كم ترفض لي غواسيني اترك والقبض قروا بغري يوم عرفة قروا بغري اللوان سينة بل يوم العيد تي ارفض لي غبايدا نعم إذن قيالك هنك تفك كجر وان دي بيقو يهان كيته أنها أفضل من الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان وان دي يهان كنني كراناني كرانان ميشو كرمضانا ويا قدنا ان كانت ارفض لغبه علوم الدين رحمه الله تعالى عليهم نعم وان علوم الدين اسلام سين والقافه كاسين والبرقبد ايهما افضل ايام العشر من ذي الحجه او عشر الاواخر من رمضان قدنا قراك جد الحجه كجي عرفاتي فيه قدنا ايج كجي رمضان كم ترفض لي قبع علم الدين الإسلام والقافت وهنا وان علم الدين عليه الصلاة علم الدين الإسلام رحمة الله تعالى عليهم سين أديسيتو هقا كرنان قرا تجي عرفا سين ارفض لي قبدو كرنان ايجي تجي عرفا أرانتسوان أديسا كانوا أديسا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد سئل عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان رغافة أيهما أفضل كرنان قرا تجيد الحجات في كرنان يجي تجي رمضان كم ترفض لي قبل نقافة فأجاب وان النجواب أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان كرنان قرا كجي عرفات إرفض لي خبا
كرنان إيجي كجي رمضان. طيب والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. هل كنن كرنان جي رمضان عليني وأنا ساني رفضي غبني هل كنن كرنان جي ذي الحجة رفضي غبني رحمه الله تعالى. ولذلك وانا والبرقة بني قيا في قيا إيفي هل كني فالكن قيا لمن يو البرقة بن قيا كم ترفض ليغب قيا قرآن أنجيد الحجة كان ومكجر كان ترفض ليغب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أطلق نبي عليه الصلاة والسلام إن أديس أكم مطلقة كان أديس شروط تقول التنين ما من أيام النبي عليه الصلاة والسلام قيالا إنجر كعمل لربي قداتين لها نرفض لغبو عمل قيالا كيكرة قيالا كيسا وجهة نر النبي عليه الصلاة والسلام. أما هل كانت نيود لذبين هل كان قرانا جي رمضاناته إرفض لغبا هل كان قرانا جي ذي الحجة. لماذا؟ لأن فيها ليلة القدر. هل كان قرانا جي رمضان وان كجرام هل كان ليلة القدر كجر التي هي خير من ألف شهر تير خير كغبدو جيكم تكو جن سديت مسديهتي في بلاس وان رغدو كيرف الديرا خباتي هل كان قدنا جرى رمضان كجر. اذا يو الكلانني هل كان قدنا جرى رمضان تفل دغم يوم مو يالا لنله ويا قدنا كنتي ارف الدي غباوي. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى عليه وان النير كان نغافتو نم ركعت دي لم وياكو نانجد الحج كان كيد لطيف نم ركعت دي لم وياكو نان ميشو كرمضان كيد لطيف تم ترفض ليها بدي قافت ويجيب واني نيا جوابي حق ركعت دي لما وياكو نانجد الحج كان كيسة دلتو السين يرفض ليها بدو ركعت دي لما أتن دلتو جي رمضان كيسة دلت السين يرفض ليها. لماذا؟ لأن نبي تديس عليه الصلاة والسلام أكسن إذا قيالين كنني قيالي أكسن فضلي غبا كعلم دين إسلام سينم هيركي وان سين دقب سيفتي حق قيام قرنان كنني قيام قرناني جي رمضان إسان إرفضلي سان قبن يو سين أكسن تاتو بوليس إسلام كقيام سن قياكي كان ججبا نتاي قيالي كي أنقر قدا نتاي عمل لين الرافرة النم إسلام كمسلمة حق إني قدين لف كأن قيام قرنان كان كيب قدفت الرافرة ني ماني بعض العبادات والطاعات المشروعة في الأيام العشر الرافدة النبي صلى الله عليه وسلم قد نفته والنخراك الرافدة النبي صلى الله عليه وسلم قد ينرف قياه قد نانك كيسا التوبة النصوحة أقني ربي قدات ندي بيو توبة دنسا من جميع الذنوب والخطايا دين بيلف معسيا وان قفكيك إني سيني ربي سيني الرسين كمو إيف كبني آدم إني الرسين اللي حاجه اني رديبي كان توبه ربي قدات النديبي كان ربي سات اني افكن كان اللهم اني تبت اليك انا يا ربك يا ان توبه سجدبي وان دنبي وان قال ذاته قدور اجد كان كم يو يا رب من الرس قدبي انا دافي لا مسامحني دي اغني ربي ساني دي بلا فكرته كان قلبي صافي نيه خالصه دنسا اني توبه دي بي ربي ساك كدته وان دين بي كخر انو جد كان نار كخب كان اني كيس سباي كقول قولا دو بني ربي ساق قابله وياكو نران كان كيسا عمل صالحا انو قد فتر رافرين. بعد توبة وان تانا عمل ليفة دانان نمي سلاما انو قدسو الاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه وتلاوة القرآن الكريم نمي سلاما انو قدسو قابتا ربي قداغ انو قدس وياكو نران كان كيس ذكر اذكارتها انو قدس الربي ساق النقدين ليمنى قابتش ربي قد النقدين ليسن حديث ليف نور قبان وان كجرا فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد النبي عليه الصلاة والسلام وياله كيوان سان قد افتني الله أكبر تي قدسا لا إله إلا الله قدسا الحمد لله قدسا أغرت واسلا ابتدد ساقمو لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله قدس لا حول ولا قوة إلا بالله قدس أستغفر الله قدس أذكرت ربي قد نوع سين تاتيفيو الربك كيني راندالين أك رسول كيني نيري أكم نم مسلم الرافلانيو لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله الربك كيني رانزوليني إسان جيروني قابتش ربي قداتين
إذا ونن خرّك الرفيع أمان حقنا مئة كارت سنين قدس أيد خرّك كذا نرفع داخلين اللي هم كجرا ويذكر اسم الله في أيام معلومات حق سين قدفتو قابة شيء مخارب بيقودا ذكري مخارب بيقودا سين قدفتو ويا له هن كيسا كرب بيقودا مؤمنين تي أمر إذا نكسوني الرفيع نبي سلام حقنا قدس وان رواه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اجنيد انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وان النيد ما من ايام اعظم عند الله ولا احب اليه العمل فيهن من هذه الايام العشر نبي وان عليه الصلاه والسلام ويالين انجر الرغدا في ربي غداتي إيه ولا الريالتني عمل لي غيان كيسو جهان ربي غداتي عمل لي غيان كي قبتن غيالين الرغدا كريالتني انجر نبي عليه الصلاة والسلام إذا ما يد فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد حديث ما أنت آخرين كان أكسوني الرفنا مركا نمي سلامة حقني قابت ربي قد نقدسو عمل لخراك الرفنا نقد قابت قد ددالتو تتكو قابت ربي قد قد نقدسو لما يسيتو وندي بين فلن حقتني دعيت ربي قد نقدسو كرا أت ربي قد نقدسو قد دفتي ربي قد نقدسو حق ربي سبحانه وتعالى دين بي نسي راف حق ربي قدان اني مقصد تسي مسامحي سي عافو سي عافي حق ربي قدان درجة تيني الفول خير كي الدنيا تفك آخا حق ربي قدان اني سيكن اخرتا يوات جنة فيت ربي قدان جنة كرد نمي جنة فينا ينجور جنة ربي قدان قد دفتات كرد دين براف قد دفتات ربي قدان كرد خير كي الدنيا تي ربي قدان كرد دعي دين لين سي لين الباب خير كي كنمي سلامة كبانا نيفي اني اللي يباني حق دعي دي قدسان كذا ربي قدا ويا لك أن أنا كان كيف قدسا لماذا لأن الدعاء مخ العبادة دعاء النفط نسي عبادة نمي ربي قدا إن دعاء الباب سيبا نيف اللي نم ليبا وندي بين فلان ويا لك أن كيف قدسني الإكثار من قراءة القرآن أخرس قرآن كيا قدسا نمي سلام على النزاع قدسا إن قرآن كي إن أخري كان يدان داي إن ختم ويا كنا أنا كان النبي الله ويا كم يو جزء السدي إن أخري إن من قران كي نختم ويا ميشو لا جزاك ولا نخريه انو ويا قران كان كي قران كي ختم ديرجر تا ويا كانا كفرصه نسين غدفت كيسا قران كي مره تقتم ديران بلوفت قال قال لي ختمت ديرجر تا ويا قران كي ختمت هل كان لو قران كي ختمت ديرجر تا ويا سدي قران كي ختمت ديرجر تا ويا شني قران كي ختمت اذا اكم نمي ولرني دال قبول قران كي ربي قداها ونقدسنه واخرين كانوا يودن دين الله إنه ختمنا ويا كورانا كان كي ختمنا وان زائد خير كي وان زائد غرقو دوكا فراني نمي سلامة هاجي نزائد نيت تدار اللي القرآن كي حرفي دوكا تخريتي أجر كي كورا ربي مدان الرسيكين لا أقول ألف لاميم حرف من النبي ألف لاميم حرفي توك ندد لكن ألف حرفي لام كيلين حرفي ميم كيلين حرفي ألف لاميم واتي تجر كي صدوما الرقب فما بالك القرآن كي كامل باللوفتة ختمت هذا هنا بعسى ده أجر كي نتقبض وأنا قم جايا كقولي أنا تكيس وبافت لني قولي عمل لي قبتني قرب بقداتي عملت في ريالة الرنتين دي فدنا نبي سلامة نقدسه الإكثار من صلاة النوافل حق نبي سلامة نقدس قويا قد نانكن كيزا سلاتي لي سنة وقبل سنة سنة دوران خرق ني سلاتي واجبة تفرد كي ني تدادان كان ني سلاتي شنان واجبة وقت سيت ني دولت بعد سلاتي واجبة ني وقت سيت دولت اللي سنة لي نقدفتو سنة لي راتبتي تسلاتي كمو تقبلية تفت بعدية تدور جلت تفت ايغا يرتق ني قدين رف إف وان ابي ربي قدان ني سلافتو دن ديسيس كزيادة كان ني دي اللي ني قدين رفتو كان ني تدادان لماذا؟ لأن النوافل تجبر ما نقص من الفرائض سلاتي لن سنة واني سنسي قبضو واني سر رجبك واجبك كير رجبك نقصانك النقا سيني كان سي خبج وهي من أسباب محبة الله لعبده أما اللي أسباب تربي مدان قلب جيالتوني تكا إيوان ربي مدان إني دعدي إساتي إني أقبلي همين نسال إني بران دبري درجة سال ربي مداني والفوروتيني تكا عبد الله بن جار الله كتاب إني قباس كيستي أرنتو نكسون أديس إن سلاتي لن سنة حقت دلالني وان زائد نسا نبي إمام عليه الصلاة والسلام نبي يا خيسا ركعت يقولني لما دلتي تواجب انت إن دلتي ربي سبحانه وتعالى من جنة خيسا تجارة في النبي عليه الصلاة والسلام إذا وان زائدة نسا كنبي سلامة إني قد دفته أما اللي رفع دفت جمال حديث ثوبان إني روالي نبي رضي الله عنه وارضاه وان يثوباني قال وان يلي
سألت عن ذلك رسول الله رسول كربي قد رغف دلي سلاتي لسنته قد فتني الرسول فقال وان ينا يد النبي عليه الصلاه والسلام عليك بكثره السجود لله وانت لازم تو سجود اتربي تسجود قدسنا يد النبي عليه الصلاه والسلام يا سجود قدسيت مان الرغد فانك لا تسجد لله سجده إلا رفعك الله بها درجة أتن ربي قدان سجود سجود تك ربي أتن سجود يا سجود ما يرقد إلا رفعك الله بها درجة ربي قدان درجة تيتين ألسيفور سجود زنين وحط عنك بها خطيئة وان ربي قدان سر ترتروني قف كيف دنبي تتل ربي قدان سر ترتراوي حديث اللي إمام مسلمتي قباس إذن سلاتي لن سنة قدفتني وان زائد قرقدوتي حق نبي سلام ان نغو ياله كيسا اتدالين الرفايد الرفايد فجر رفدان وان دي عملك ربي قداتين دياتن كان نبي سلام رفدان نغو ياله كيسا نقبتو سيبا غو يال عيد غو يال عيدتي غو يال سدين اتقدانو ذبح الاضاحي حق نغو رأي غو ياسوني اضحيان ان ربي غو اساتي ان رياتو لماذا؟ لأنها من العبادات المشروعة التي يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى عبادة لمشروعة ربي قدان جدي نمي سلاماتي حق ربي قداتين رياتو قويا قرسو قويا عيدي ربي الله إيفي وخلال أيام التشريق قويا سدين بعد عيديك أيام التشريق رنيني قويا سنكيسة ان ربي قداتين رياتو نعم وان ربي الله زائد نيالتو ربي الله سبحانه وتعالى ذنبيني إني سيداف ليغت ربي تاتن جكستي فصلي لربك وانحر لربي مدان نبي غيسات ربك يتدلدي رب ملي ريام ملي وغور إذا نمي ربي مدان دن جيتيك النيفي حق النيقو ياسوني إيه أما أنت ناني يفتي إني ربي تين لياتو ليكسون كربي دي نجكسو نعم مسلمين تي وان قمن تواما تقول لغو راتو نن دين لنا ربي مدان ركسا واسعي في حق فرح سيساني بتاني رأي اضحياك النني في اسيل لين غو راتي اسي في المان اسيل لين غو ياسون ولين فرحتو وان زائد نسا كمسلمين تنو تبورينو حق سين سين اجدتو عمل لين امي ربي مداتين لياتو مالا غياها كي قدسو مالاني الاكثار من الصدقات نامي سلاما اغن نيو قدسو صدقا اغن نيو قدفتو نوع سين تاتفو أريبا سنتاتي في أتنبت أنت تركة كيتي نمي سلامك أتني عويتي أتن غارغارتي قارغارتي ذاتي في يوم لماذا؟ لأن الصدقة أتبافتو إيه وان ربي قد سريه ساتين تكا وانا جركي زايدا لربي قدان إني رسيك نوتيني تكا الباب خير كي كزايد قرقداك ربي قدان دين بي لسي رافي درجات التيتي اللي أولين إني سيفور نمي وصل أن ندو إيه بعد أن ندو دنيا سنقد دي بسني وان نرجيو حق النساء صدقه بافتو اكايدين قران كنو ادبت فاصدق واكم من الصالحين سلا صدقه فد اما اللي ور صالحين تي دزن سالني تكاتو زمن نكو جرو لين زمن زائد جبا كزايد بالتجر كزايد با تدين جرت ككورونا لفربي غدا كامل ولين عمم كان ميلاف كان كان اك نمر ربي غدا واتكن مساكين تي غارغارني ورركي سلاف غارغارني فرح سيسني سيبا لغويالي كنا كناف إيف غويا عيدي كاكنو قدام مساكين في المال سيلة حول فرح سيسني وان زائدا ساكا زائدا ربي مداني سبحانه وتعالى إني آلته نعم حديث وان كي قدر وريك نبيين عليه الصلاة والسلام على كل مسلم صدقة نمي سلامة كامو يوان النو قبتا يوان حبنت نمي سلامة كامو وان قبتا إيه حق النو صدقة بافته نمي سلامة كامو يوان متك كم تنمي سلامة صدقة قبا واجب النبي عليه الصلاة والسلام وجسوا وان سينغا فتي حديث كيسا فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد نمي وان صدقة وافت إن قمني أكمت لأني نبي ربي قد غافت عليه الصلاة والسلام طيب نبي وان عليه الصلاة والسلام فمن لم يجد يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق النبي عليه الصلاة والسلام نمي وريبا فتنين قمني أركسات شخية أجته نفته سأنفعه وانس الرقدفة ليس دخبافة النبي عليه الصلاة والسلام وجزوا وان يدنين فإن لم يجد يونس اللين رقتين ودنين كان نسلين دندين كان نشغي يونين دندين قال وان النبي عليه الصلاة والسلام يعين ذا الحاجة الملهوف نم دنتي كربان إبي أركا غبو كان ساعدة النبي عليه الصلاة والسلام سنت صدقات آفي كالمدين نوبل يزيسان نيكالمي قالوا وان سنة سعوان فإن لم يجد يوني نرغتين وصلين نين دندين كاننا مكسيتون نرغين قال وان عليه الصلاة والسلام نبي فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة نبي عليه الصلاة والسلام وان دنساها أجتوتي نمي سنين وان همتو شرتي لها أجتوتي
أرنتي سنت صدقات آفي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وندى سنة تجدت صدقات سيداتي والنعم تونة الراجة تلن يوسربي تير راجة صدقات سيداتي. إذا نكي كان أنا صدقة فتوى النبي عليه الصلاة والسلام حديث اللي بخاريتي قواري عمل لي ربي وداتين إياتا كفر أنك نبي سلام أنه يهان كي قد فتوى الصيام وصوم لماذا لكونه من أفضل العبادات صوم عبادة ربي وداتين إياتا ارفض لقب تردنا ساكيجر فنبي سلام أني رفرني هاقني تدار صوم واجباتي كسنة اللي كواجبة الحمد لله نبرك الدبر ربي مداني ننو غينا كنو أمان تنجي كنو ردوبا السنة لكن عموما سومي عبادة عبادة افر قرقودو تربي قداتيني إياتش مالا تربي قدان سبحانه وتعالى إننو أمر. إذا وان رفرا قيالي قرنا فضلي قابك هكناها كيسا نمي سلاما حق النيو ندن داي الرفاي ديفات أبان دن داي سومو دن داي قيا قرنا كان بالله تكر بالله بكا قياسا قليسي تو سومي فهذا خير عظيم خير كزائد قرقودان من ربي قدان وافجي. نعم واجب آمتي نبي الله عليه الصلاة والسلام أمر أبو ياكل أنان كان سوما للي نمر نبي عليه الصلاة والسلام إلا أبو ياسك لسيتوك يا ربي قدائر نغلوف ملئ نغلوف بجران لكن نمو نبي وانا ديس عمل لغو ياكل أنان كان كي قواتان كإرغ ربي قدائر يالة ننجرين سوم اللين عمل لين ربي قدائر ياتان كربي قدائر يالة كإرده دانساك هرغر قدائر إذا نمي دان ديك ربي قدائر دي تيك النفي يونيكو أنان كان قياسك لسيتوك نسومي هذا خير أتدى لو تنمي ربي قدائر إرهك النفي ندان دي نمي سلافتو اندن دي نلين ويا قدانا كسومو اندن دي نليني ويا سغلي سيتو ايران فكتين كعرفا كمسلمين تنسين عرفا دي نسين اجتو ايران فكتين ويا سنين لانا ويا زائد قدا نبي عليه الصلاة والسلام سوم ويا تكتسون سوما وان الحديث بقتادة الانصاري رضي الله عنه رسول كني روري صلى الله عليه وسلم سئل نبي وان قافة عن صوم يوم عرفة رقافة نبي صوم ويا عرفة أجر كيسار رقافة فقال واي النبي يكفر السنة الماضية والباقية نبي صوم تكتو يا سنة صومتو وان ربي مدان نسي سيرافو فيني دم بيغن نقد دبريتي في دم بيغن نقد ديمو في اللي قد ديمو اللي كان ربي مدان سيرافي برسي دبراني دان وياتوك ربي تسومتا دين بيغن لما غرت كانت قدبرت الله سيرافني كاتي تديمت الله سيرافن إذا نعمة نرقدو إنجرتي فضلين أغسر أغسر قدو إنجرا مركا سومي عبادة ربي قداتين ليات شمالا كامل لي قدفت شمالاني ويالي قرانان كان كيس وان دي ربي قداتين ليات شمالا كانمي سلاما نو قدفت شمال وياها كيسا كان الدلال بل كسلافتو انك عادة ليس لوقتي كامو اللي رفرن كلاكين ويالي كان كيسا جنبا زايد الرفاي دي فترفرني قيام الليل هاجني الرفاي دي فتو سلاتي لي الكني نعم هاجني الكنغا كاي وقتي ساسا ديدي كساسا قالي كسا قراني ان الدلتو ربي قداري ان الدلتو مان لكونه من العبادات التي حث النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل هلكني عبادة لنبي عليه الصلاة والسلام أمدي تبوري ينتقى فنبي عليه الصلاة والسلام نم مسلمات يني وقتك موني تبوري هذا الندلتين الرفاي ديفت فما بالك في هذه الأيام لكن قياليك كيسا أكمر يو وقتك أن يو تبوري النبي سلاما التبوري نقل صلاة الليل إني قلو في الرفاي لني وقتي لك كيسا مو وقتي زائد قتري واي ربي قدام وان نساء مؤمنين ترادوبت والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما مؤمنين والربول وجاسين بلت ربي سيتي بلتو اسين سجود كيجرتو إيه في سين أولي جانجت مراتك سجود مراتك أولي جانجت يا قرآن كي أغريت حالة دي سيكسوني ربي قداني إني تلمام إذا ويا قرآن كان كيسا إيه بعد ويا كان اللي الرفاي دي فرد صلاة الليل الرفاي دي فرد كي يكس أجر كي زائد قدا إرار قطع وان دي بفرد نبار ربي قدان سبلي سيفي حقا إيه عمراء دخي نمي سلامان دخي عمراء نيقا قدتو إيف حجي الله بار ربي قدان سبلي سيف لكن زمن كورونا كي جرى كلاف ربي قدان كاملا يولين إداني داني أمونا بربي قدان سبلي سيف إني رفاي دي فتو عندو حق إني حجي الله دان دي رفاي دي فتي يوتو يا حجي دان دي نلي عمراء نيرا الرفاي دي فتو وان زائد مهمة كعمل ربي قداتين لياتنين تكا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما نبي عمران بعد أن بكى عمرة تاني وان سندن بلافتاتوف وان يدوك اجرا كنتن بلافتاتي في النبي عليه الصلاة والسلام يوت عمرة لقد بكى عمرة قديم وبكى قد كانت الديبتو وان يدوس اجرا كدن بيك سغارت زدقو ربي قدان سبحانه وتعالى سيد آفان إذن أبو ليان سلامة عمل لربي قداتين لها تشمالا كوياه كي النبي سلامة خوات تشمالي كوان قبني أرمك يسبه دن دينيمت لكن أتن تفتيني دقاتمو قدتمو وان ربي قدان إنسي سبلس كأتقبتو دن ديتو
الباب ربي قدان النسي فرك ربي قدان سيئك غيرك انت فاتيني ربك كيتين ديال الرفاي دي فات اللي يو دقات في يو قدت وانت قبطو في لا ربي قدات يرقشو جرات فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ربي قدان نمي وان وانت يردقوك خير كي خبت كالدنيا تنقباق قدين رفتي في لا ربي قدات يرقشو جرات نمي وان وانت يردقوك شرتك همين او جتين ليني في لا ربي قدات يرقشو جرات وي مرك إن شاء الله تعالى بوجهن هوان خير كيتين قوت النوتي الربكنا هوان خير كيتين قون نوتي وقتك إن هكذا قارن وخام نفان قياك ورنان كان كالك كلا ما نور بيت رابطة وان ربي قدان يالتون هاي الرفائدة فنوتي ربي قدان سبحانه وتعالى ورق ورنان كان قد قبه الرفائدة فتي دين بيسي ربي قدان دافه درجة سي ربي قدان الفوده توفيقتي وافجيه وان شرطيتي وان همينا اللي الباب سي الرهيدي الباب خير كي اللي ربي مدان بنيف ربي مدان اتنو دارينا لباتي دي جر تلف كيد ديمو جر تا مسلمين تيف وان شوف والين عمي متل ربي مدان سبحانه وتعالى كورونا نتقود دا ربي مدان نرافو لنا خير كي الدنيا تيف كاخرى اللي ربي مدان اتنو قيل جنا كلماتي يو ربي مدان ارمك قبابسة هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.